بكم في حلقة جديدة من هنا ليبيا، ونبدأها بالعناوين. بيان لسكان العمارات الكورية درنا. ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان. طبرق تحتفي بالشاعر انتصار. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 51 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و98 حالة حرجة، كما تمثل للشفاء 183 مصابا وتوفي ثلاثة آخرون حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي. اجتمع ملاك الشقق بالعمارات الكورية بدرنا داخل المسرح الوطني بالمدينة، حيث احتشد عدد كبير من الأهالي مطالبين برفع المعاناة عنهم وإرجاع شققهم لهم. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بيان أهالي وأصحاب العمارات الكورية درنا إلى القيادة الحكيمة بقيادة المشير والأب المحرر لمدينة درنا سيد القائد العام خليفة بن قاسم حكتر. نحن أهالي وأصحاب العمارات الكورية بالمدخل الغربي انتظرنا بفارغ الصبر تحرير مدينتنا من طيور الظلام الجاثمة على صدورنا، وبفضل الله تعالى وبقيادتنا وجيشنا العربي الليبي تحررت درنا، وللأسف لم يكن في الحسبان في ظلنا، وأبناؤنا سوف يحرمون من حقنا الشرعي والقانوني. وأما حاربوا معنا في خندق واحد يمنعنا من الوصول إلى بيوتنا إلى أصحاب أمانته، ومن المؤسف أن نظل خارج البيوت ننظر إليها من بعيد، وكأننا لنا بالرغم أن علينا بالحصول على مقدم دفع قيمة 4000 دينار مقدم قرض شراء الوحدة السكنية، فبعضنا من استلف القيمة وبعضنا من باع كل أملاكه لدفع هذه القيمة من أجل السكن يأوي عائلتي، وقد اتجهنا إلى القضاء الذي هو أساس العدل، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، وهم نحن نرفع شكوانا بعد الله طالبين بحقوقنا والاسترجاع حقنا. ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، الأمر الذي أنهك المواطن كونه يعاني ظروف معيشية صعبة وغياب السيولة المصرفية. ارتفاع ملحوظ في سعر المواد الأساسية واللي أصبحت اليوم حلماً للمواطن البسيط. والناس هي طبعاً كلها تحتاج للمواد الغذائية، بالنسبة للمواد الغذائية هذه اللي معتمدين عليها زي الزيت والطماطم والمكرونة والواحد، بس هي المفروض الناس إن هي تاخذ على حسب الصرف، باش احنا ما نشجعوش التجار. التاجر لما ما يلقاش سحب على أي مادة، لما المواطن يجي ياخذ حاجة على حسب ما ياكل يومين ثلاثة أيام، ما ياخذش مخزون بتاع شهر بتاع واحد، التاجر بعتالي ما يرحمناش في التجار نحيين يديهم من ربي. أثناء تجول عدستنا داخل أحد الأسواق وجدنا محمد اللي تحدث بحرقة عن ارتفاع سعر السلع اللي يكوي جيب المواطن، مطالبة من الدولة تضافر جهودها لتوفير مخزون سلعي آمن خلال هذه الفترة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. الأسعار صراحة غلا فاحش جدا، يعني لا يناسب دخل المواطن، ما يناسبش في نسبة تناسب في الحياة. إذا كان بنقسم المرتب جزء من المعيشة وجزء من الاقتصاد وجزء من الصحة وجزء من التعليم وجزء من للترفيه، طبعا هذا الترفيه كلمة مضحكة بالنسبة لنا أصبحت، لأن ما عادش فيش حاجة اسمها ترفيه بالنسبة لنا احنا كمجتمع، أصبح كل المرتب يعتمد على أكله وشربه، وكان اللي عنده صغار بيعلم وبيلبس وخلاص. يعني إذا قسمنا المرتب بالناحية هذه من لا شيء، شيشتي الزيت بثمانية ونص وكانت ب 13 ونزلت وفرحانين انها نزلت، ما نزلتش. هذا سعرها الحقيقي 8.5، هل هذا السعر اللي جايبين به من الخارج واللي يباع بالمواطن وفق القانون المفروض ينباع ب 8.5؟ امال المواطنين تلوح في الافق عاما بعد عام على امل ان يتحسن وضعهم الاقتصادي والمعيشي، ولكنهم لا يزالوا حتى هذه اللحظه متمسكين بامالهم التي طال انتظارها. اسراء شكري، قناه دبليو تي في، طرابلس.
وحول هذا الموضوع تنضم معنا مراسلتنا من مدينة طرابلس إسراء شكري. أهلا بك إسراء. إسراء، هل ممكن أن تضعينا في صورة الشارع الطرابلسي مع قدوم شهر الكريم في ظل تعثر السيولة المالية على المواطن؟ كما نعلم دائما الشعب الليبي أيام من بدء شهر رمضان المبارك على الأسواق التجارية، كل عام نلاحظ ارتفاع يعني كبير جدا في أسعار المواد الأساسية، من الزيت والطماطم، أشياء متعارف عليها يكون استخدامها أكثر. تطورنا في عدة أسواق في الأيام، المواطن يعاني من تعمل في سعر المواد الأساسية، وأيضا لم هناك ارتفاع هنا أخذ في المرتبات. كما نعلم أن شهر اثنين تم صرف الآن فقط لربما المواطنين لديهم التزامات كسواء إسراء يعني عذرا بس الصوت مش واضح عندك شوية. تمام. كما نعلم الارتفاع مؤخرا في سعر المواد الأساسية ملحوظ جدا. المواطن الليبي يعني عانى من تأخر في صرف المرتبات لشهر واحد واثنين تم صرفها الآن. يعني كما نعلم أن المواطن ربما عاش في ظروف صعبة جدا في الأيام السابقة لتوفير الاحتياجات. للأسف الشديد خرجنا إلى الشارع الليبي، سمعنا آراء المواطنين أوجاعهم، فكشفنا ان او يعني او وضحنا الشعب الليبي ان يعاني من ظروف اقتصاديه كبيره جدا. نعم. الاسعار مش حتناسب. اذا هل هذا يؤثر على الاقبال على المحال التجاريه والتجهيز لهذا الشهر؟ للاسف الشديد هذا الامر ملحوظ. لاحظنا ان ليس هناك اقبال كبير من قبل المواطنين، ولربما اغلب الاراء كانت ان سيتم توفير الاحتياجات اليوميه فقط. يعني فيما سبق كانوا ياخذوا بالكميات أو بقطع اللي ممكن تكفيهم شهر رمضان كامل. للأسف الشديد الآن المواطنين الجميع يقول بأن المواد الأساسية سيتم توفيرها بالشكل اليومي، يعني يحتاجوها يطلعوا يشتروه، لكن ما عندهمش القدرة الكافية على شراء الزيت والطماطم بالأسعار اللي لربما لاحظوا فيها في الوقت الحالي. لاحظنا من قبل وزارة الاقتصاد في الأيام السابقة كان عندهم تجوال بسيط على بعض المحلات التجارية اللي ربما أسواق كبيرة ويتوافق عليها سنين، ولكن للأسف في بعض الأسواق لم يتم التوافد عليها. يعني وصلت زي ما احنا نقولوا الزيت وحقة الطماطم لسعر مبالغ فيه. يعني المواطن قال لك ماش نقدر نوفر بين المصروف التعليمي أو الصحي أو المعيشي. معناها المراقبة الحكومية بالخصوص الأسعار يعني ليست شاملة لجميع المحلات. للأسف الشديد هذا اللي شاهدناه ولاحظناه طبعا من وزارة الاقتصاد لربما مؤخرا. هذا شيء يعني اللي حسب حتى ما وضعوه في صفحات التواصل الاجتماعي واللي شاهدناه المحلات التجارية اللي حكينا عليها، يعني اللي هي تعتبر محلات كبيرة في بعض من المحال. يعني ولاحظنا أيضا شيء آخر في أثناء تجاوزنا لداخل الأسواق، وجدنا العديد من الأشخاص من مناطق أخرى من خارج طرابلس أنهم جايين يشروا من طرابلس. قال لك الاسعار خارج طرابلس تعتبر اكثر من سعر السعر اللي موجود في طرابلس. يعني السعر يختلف حتى في المناطق، يعني من منطقه الى اخرى يختلف. لربما نكون كل ما كنا بعدنا اكثر كل ما نلقوا لربما سعر في المنتج بسعر مبالغ فيه. كما ايضا المواطن الليبي تحدث بصوته ان كيف يوجد هناك مخزون احتياطي من قبل الدوله. هذه كانت كلمات نسمعها يوميا من المواطنين. يعني يقول لك نجينا ناخذ شهاده المرتب في اخر الشهر، او مثلا يطلع على المرتب يلقى ان في لربما خصومات، ولكن هذه الخصومات الى اين ذهبت؟ اذا كانت الدوله ما عندهاش مخزون احتياطي فكيف ممكن المواطن الليبي في الوقت الحالي يواجه هذه الصعوبات؟ اذا كانت الدوله ما قدرتش توفر السيولة في موعدها المحدد، وأيضا ما قدرتش أن توفر مخزون احتياطي، فما هو حال المواطن؟ نعم، مراسلتنا إسراء شكري من طرابلس، شكرا لك.
شهر رمضان يعتبر موسم سنوي تتحرك فيه عجلة التجارة بكل أصنافها، غير أن هذا العام مختلف، فتجار المواد المنزلية يشتكون من عدم إقبال المواطنين على الشراء بخلاف الأعوام السابقة، ويرجع ذلك لعدم توفر السيولة وتأخر المرتبات. في إقبال في شهر رمضان، قبل شهر رمضان باسبوع، ست ايام هيك يبدا في اقبال في ساحه من الكوشه، من الفخار، من الإزاز، من الخلاطات، من جميع النواحي. تو السنه هي بال شهر المبارك بال بسيط جدا، مش كيف السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان الافضل، والناس قال سحبة قليل جدا جدا. قبل الأفضل، قبل الموسم زي الوقت هو ما تلقاش وين تحط كراعك. الناس تبارك الرحمن بال قبل ما شاء الله تبارك الله يقضي بجميع حاجة. توا سحب ما فيش، ميتة السوق، مش كيف السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي بعدها. السنة السوق ميت جدا جدا جدا، الإقبال سحب قليل، أسعار كانت هي موجودة، كان السعر كويس وزي السنة اللي فاتت، لكن في زيادة بسيطة مش كيف ما تتخيل أنت. كانت البسيطة السعر بسيط قليل جدا، الزيادة قليلة جدا كيف ما تتخيل. في أسعار قاعدة نفس ما هي، ما تغيرت شيء، هي السبب أن السيولة مش متوفرة في البلاد. ضيف توفر السيولة بشدة في سحب. هنا الفكرة. وفاصل ونعود لاستكمال حلقتنا من هنا ليبيا. يشهد سوق التمور في مدينة سبها قبيل شهر رمضان إقبالا ضعيفا رغم توفر جميع الأصناف منه، حيث تعتبر فزان أكبر المناطق في ليبيا إنتاجا للتمور. طبعا نحن في موسم في شهر شعبان، موسم الإقبال على التمور والإقبال على البضائع مثل زيت الزيتون والكرموس الجاف وبعض المنتجات. هناك أنواع كثيرة من التمور أغلبها من فزان، وكذلك على حسب أذواق الناس، يعني كل منهم يفضل نوع، في اللي يفضل المعجون، وفي اللي يفضل الدقلة، وفي اللي يفضل التاليس. التمور كيف ما قلنا وجبة أساسية في شهر رمضان الفضيل، ويمتاز الجنوب بإنتاج التمور. وحقيقة يعني لاحظنا إلا غلاء الأسعار وقلة السيولة، والمواطن أصبح يعاني. يعني ننصح من خلال قناتكم التجار على مستوى فزان وعلى مستوى ليبيا أن يراعوا ظروف المواطن وحالة الاقتصادية في البلد. مشهورة بالتغيات والخضراء والدقلة، وفي انواع مجهول، وفيها الصعيدي، وفيه ممكن حوالي 300 نوع الله يكملك. والله تغرب اكثر شيء في الدقل والتنس، هذا اللي ترغب فيه يعني اكثر شيء، والصعيدي قليل يعني ما ترغب فيه يعني. والله ما فيش هذيك مشاكل، عرفت الله. هو يعني المفروض يكون في تصدير وفيه دعم من الدولة، عرفت الله، على أساس أن واحد يصدر منتجاته وكل شيء. طبعاً ليبيا حوالي 4-5 مليون، يعني عرفت الله، السوق الإنتاج كبير والسوق ضعيف. يعني المفروض المزارعين أحسن ما يخرب التمور يصدرهم برا وخلاص، يعني يشجعون التشجيع يعني. وعن وضع الأسواق وإقبال الناس للتجهيز لشهر رمضان الكريم ينضم معنا مراسلنا من مدينة سبها رمضان كرمفودة. مرحبا بك رمضان. مساء الخير نسرين، تحية لك ومشاهدي قناة دبليو تي في. أهلا بك. حدثنا عن السوق السبهاوي بشكل عام وعن وضع الأسعار عندكم. طبعا الصورة الآن من حيث تشاهدونها، هناك تجهيزات وإقبال المواطنين على الأسواق. نحن الآن من سوق جديد المركزي مجمع للمواطنون، رغم قلة السيولة وغلاء الأسعار في بعض المواد الأساسية مثل الزيت والدقيق،
وبعض المواد الاخرى التي يستعملها في رمضان، الا هناك اقبال على الشراء. ربما هناك تسهيلات في بعض الامور اللي هي عمليه البطاقات الائتمانيه، عده بطاقات على عده مصارف، ولكن التجهيزات تختلف في شهر رمضان هنا في سبعه خاصه وفزان عامه، حيث هناك التجهيزات للاكلات الشعبيه مثل الزميتة والروينة التي هي مشروبات، وكذلك الهريسة الشعير وكذلك الدشيشة وغير من بعض المأكولات وخبزة النور والإفتاء أي خبزة التريد، يتم تجهيزها الآن في تجهيزها والإقبال عليه في الأسواق الشعبية ربما أو في بعض البازارات. ولكن دعونا نتكلم، نحن يعني تجولنا الأسبوع الماضي وعدد التقرير حول الأسعار، والان في احد الاسواق اللي هو السوق الجديد، رغم يعني ارتفاع الاسعار في بعض المواد الغذائيه، هناك انخفاض لاحظناه اللي هو عمليه الزيت، كان الاسبوع الماضي 13 دينار، اليوم اصبح من انواعه في نوع منه اصبح في 8 دينار يباع، يعني في عدد من المحلات في مدينه سبها او الاسواق، رغم قله السيوله وارتفاع بعض الاسعار، لكن هناك اقبال كبير على الشراء مستلزمات شهر رمضان، لان نعرف نحن كليبيون شهر رمضان له ميزه خاصه وله اكلات خاصه، فالليبيون لا يريدون مهما يعني مرت عليهم من ظروف يعني قاسيه خلال هذه العشر سنوات الا شهر رمضان يتميز، ويعني بهذا الشهر الكريم ان يتمتعوا به في جمع العائله في الاكلات التي اصناف انواع الاصناف التي يحبها الليبيون. طيب رمضان، هل تلاحظ ان الاقبال او التجهيز لهذا الشهر الكريم فيه اختلاف عن الاعوام الماضيه؟ والله بصراحة لم نرى اختلاف، يعني هناك يعني تحدثنا بعد مع بعض المواطنين وكذلك ربات البيوت، يقول لك ممكن نستغنى عن الصنف أو صنف بعض الأصناف في إعدادها، لكن يقول لك احنا الأسرة والأطفال هنا يعني ما يخذناش أن نتغاضوا عنها أو نتركوها، يقول لك احنا مش حنديروا المبطة، نديروا براك، مش حنديروا براك، نديروا محشي كذا، لكن الليبيون يقول لك احنا اطفالنا يفرض علينا ان نديروها مهما نتحملوا فيه، حتى يقول لك انا ربه بيت مستعده نبيع قطعه ذهب مني ترتر حاجه خاتم باش نوفر به شهر رمضان، وما نحرمش اطفالي وما نحرمش حتى نفسي والعائله من الاكلات اللي هم احنا يعني معروفين الليبيين منذ القيمة ان احنا نعدوا فيها في شهر رمضان الكريم. نعم. طيب حدثني عن وضع توفر السيوله عندكم في مصارف سبها، وهل يعني تغطي احتياجات المواطن؟ والله هناك سيوله، ولكن هذه الايام هناك بعض المصارف في عطل في المنظومه. ولكن نقول ان السيوله في جنوب ليبيا يعني تحسنت نوعا ما يعني، وكذلك عمليه البطاقات الائتمانيه بتاعت المصارف التي يعني يستطيع المواطن منها يعني شراء المواد الاساسيه هي خففت عنا الحمل شويه، ولكن تبقى السيوله هي معدله، يعني المشكله اللي عندي الان لم تنحل ولكن فيها تحسن، ولكن هناك اختبار هذه الايام امام المصارف، لان بعض المصارف تعطل المنظومه اللي عارفها لشبكه الانترنت والكهرباء في الجنوب تسبب في ارباك للمنظومه، ولكن يعني المواطنون يعني ليس قد يكونوا زي الاعوام الماضيه، يعني عندهم شويه يعني السنه هذه فيه انفراج في عمليه مثلا السيوله قليل، وكذلك عمليه الوقود، ولكن ارتفاع الاسعار المفاجئ مثل الدقيق والزيت هذا ربما ارهق المواطن اكثر. نعم. طيب مراسلنا رمضان كرفوده من سبها كنت معنا، شكرا لك. استضافت إحدى قاعات المسرح البلدي بمدينة سبها جلسة حوارية بعنوان ليبيا والسيناريو القادم، نظمها التجمع الوطني بفزان بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين والصحفيين إلى جانب الفعاليات النسائية. الهدف طبعا من الجلسة هو مناقشة السيناريو المحتمل أو المرتقب في ليبيا، سواء كان من الجانب الإيجابي أو السلبي، ووضع مجموعة من التوصيات وإيصالها إلى أصحاب المصلحة من المؤسسات السيادية لتجنيب ليبيا مزيد من الانقسام والفوضى وربما ضياع البوصلة السياسية في جراء ما يحدث من منكفات سياسية مختلفة. السيناريو الأول هو سيناريو استلام حكومة الاستقرار لمهامها والتزامها بخرط طريق معدل لمدة 14 شهر اللي عدها لها مجلس النواب. السيناريو الثاني هو استمرار حكومة الوحدة الوطنية وأدائها لأعمالها إلى الأجل المحدد للانتخابات في يونيو المقبل، بالموائمة مع تشكيل قاعدة دستورية.
هي للأسف بعثة الأمم المتحدة تعيد نفس الخطوات دائما، ولا أدري هل تتوقع نتائج مختلفة أم غيرها، لأن هذه المسارات اللي الآن أو المسار اللي تذهب فيه الأمم المتحدة الآن سابقا انتهجت نفسها، لأن العديد من اللجان اللي شكلت بالمجلس النواب والدولة من 2017 لجان حوار للتوافق حول القاعدة الدستورية ولم تصل إلى نتيجة. ما تنتهجه البعثة من إقصاء لمشروع الدستور وتجاهل للإرادة الشعبية وعدم الاحتكام لصوت الليبيين في تقرير مصيرهم واختيار دستورهم الدائم، هو ينبئ بوضوح بأن هناك انقسام دولي، عدم تفاهم دولي بخصوص وضع الاستقرار في ليبيا، وأن هناك الكثير من الدول لازالت تسعى إلى الآن إلى استمرار الفوضى والنهب الممنهج للمال العام والمقدرات الليبيين بالعموم. لذلك كل ما ستقوم به هذه البعثة من تشكيل لجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة هو يصب في إطار التمطيط لهذه الأجسام الانتقالية والاستمرار في حالة الفوضى. عياد صالح شاب من مدينة سبها أحب الغناء منذ أن كان في مقاعد الدراسة الابتدائية بداية من الفريق المدرسي، وأصبح الآن فنانا وعازفا ومعلم موسيقى إلى جانب مشاركاته المحلية والدولية. الاسم عياد صالح، من مدينة سبها. بدايتي في المجال الفني كانت في النشاط المدرسي في سنة 1900 و متذكرش بالضبط. كنت دائما متواجد مع الفريق المدرسي في النشاطات، فما يعني سبب دخولي كان أغلب أن الفريق متكون من الطالبات، وكنا زوز أو ثلاثة شباب، فكانوا فجت أغنية، فحب المدرسة الموسيقى اختارت، قالت تبي حد يعني من الطلبة يغني، فقعدت تسأل أنت بتغني؟ لا. أنت بتغني؟ لا. قالت لي أنت بتغني؟ قلت لها إيه. شاركت أنا مع نادي العلا، أو طلب مني أني أنا أشارك معهم في المجال الموسيقي. جاء دوري في المهرجان مع الفرقة بنأدي، لأن حمزة كان يأدي قبلي. مدوا لي آلة العود، قالوا لي أعزف وعدلوا لي المايك واسمع. فواحد نذكر فيه كان في اللجنة جالس أمامي يضحك، عجبات الفكرة أنه يعني صغير ويعزف على العود كي ويلا. خلاص فأديت تقريبا، كانت أول مشاركة لي كانت أغنية هز الشوق، وغنيتها كويس وشجعني الجمهور اللي كان حاضر، يعني نستخدم في الإيقاعات الليبية التراثية الخليجية، الإيقاعات الراي المغربي. كانت أمنيتي إني أنا نشري عود، نتعلم على آلة العود، بس أني نولي فنان أو نولي ملحن أو نولي يعني عندي خلفية في التوزيع، فهدينا كانت مضافة يعني كانت ملحق. فالحمد لله يعني من المستوى اللي كنت فيه لأن توا راضي على نفسي. احتضن المركز الثقافي في طبرق توقيع ديوان نبضات الروح، وهو الديوان الأول للشاعر انتصار خالد، وسط حضور أدبي وصحفي متواضع. هذا وتحصل الديوان على عدد من المشاركات المختلفة، أبرزها مهرجان القاهرة الدولي للكتاب وملتقى بغداد للكتاب العربي. ديوان نبضات الروح طبعا هذا نشكر أول قبل كل شيء نشكر الناس اللي دعموني أجمعين، هم كلهم الناس اللي وأولهم أهلي، وأهديت الديوان هذا لروح أمي الطاهرة الله يرحمها ولوالدي. ونبضات الروح يتحدث عن الرومانسية،
عن العاطفة، عن الوطني، عن الاجتماعي، منوع، ديوان منوع. حبيت أني ننزل أول ديوان لي يعني منوع بشكل كبير، بشكل بحيث أن القارئ ما يقراش موضوع واحد بس، لا عدة مواضيع. والله هنا كلهن مهمات، اللي هو عندك العاطفي مهم، الرومانسي مهم، عندك الوطني أهم يعني، وخاصة الأحداث اللي صارن في الوطن في بلادنا ليبيا. عندك نص لم يتسنه يتحدث عن أن لم يتغير شيء، كتبته في سنة 2012. والله بالعكس بالنسبة لي، نظرتهم لي أنا ككاتبة نظرة راقية جدا يعني، لكن أن دعم مادي لا، ما فيش دعم مادي يعني. ما ويشارك في أمسيات، شاركت في عدة أمسيات شعرية في طبرق طبعا، وفي شحات، وفي بالنسبة لطبرق في المركز الثقافي أغلب أمسياتي، وفي الجامعة ألقي أسبوحة شعرية في الجامعة الغربية، والحمد لله رب العالمين يعني. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجدداً.